إعادة تأهيل المنازل هي واحدة من أبرز أنشطة مؤسسة حياة كريمة في قرى محافظة بني سويف. الوضع القديم كان حالة صعبة جداً، يعني احنا كنا عاملين سبايت وحاطين له ألواح كده، عروق كده، وحاطين فوقها سبايت، والمنطرة كانت بتنطر علينا طبعاً، كنا بنتبهدل جداً. كنا احنا من الكهرباء عندنا صعبة جداً، بس كنا شادين سلك ومنورين لندا للحمام ولندا للأوضة اللي احنا كنا فيها. بس بيت حلو قوي والله، بس هو مبسوطين ان احنا جينا هنا نقعد فيه نعمل اي حاجه في البيت، الحمد لله. مراحل عديده تمر بها مشروعات حياه كريمه لاعاده تاهيل المنازل لتصبح هذه المنازل صالحه للعيش، لكن عمليات الرصد والبحوث الاجتماعيه التي يجريها متطوع المؤسسه هي الخطوه الاولى. عد علي حد من مؤسسة حياة كريمة لما لقى بيتي بيتبهدل من النطرة، ان هو كان معجود بالسبايت والجريد، فلما عد لقى الدنيا مبهدلة، المتطوع بتاع حياة كريمة، مؤسسة حياة كريمة، فراح مبلغهم والناس جموا عينه وشافوا وراحوا جايمين على طول بالشغل، وراحوا مشطبين للبيت يعني على طول، مشكورة ليهم يعني. البيت كان على الطوب تمام، راحوا بدأوا معايا الأول بالصبة، صبوا لي البيت تمام، وبعد الصبه راحوا عاملين الكهرباء والسباكه، وبعد كده المحاره، وبعد المحاره النجاشه والسيراميك والابواب، يعني كل حاجه عملوها في البيت، ما سابوش اي حاجه لما عملوها، كهرباء، سباكه، نجاره، كل حاجه. دلوقتي بقت حاجه تانية خالص، احنا كنا فين وبقينا فين، نحمد ربنا ونشكر فضله يعني على كل حاجه. يعني في عدد سنوات لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة، استطاعت مؤسسة حياة كريمة أن تترك بصماتها في كل ربوع وقرى مصر بأنشطة وفعاليات متنوعة لا تخطئها عين الإنصاف.